مرحبا الحبايب، كنت بدي أصور محل ما صورت فيديو امبارح، بس بتعرفوا الدنيا عيد، ويمكن أي واحد يدق الباب ونتعطل، فقلنا هلأ كم من يوم بنرجع ونصور من هون. إخوان بتعرفوا اليوم عطلة مناسبة عيد الميلاد المجيد، عطلة في الأردن طبعا، وبين الواجبات وبين الاستقبال وبين التليفونات وبين المسجات وبين الهاي، كان الواحد يحضر شغلات على اليوتيوب. في أحد المحللين والمخللين قال معلومة يعني حبيت أوضح له، إذا بوصل لي عفوا إذا بوصلوا الفيديو تاعي هذا. قال إنه كلمة نشامة، اللي تعرفوا المنتخب الأردني لكرة القدم لقب النشامة، المنتخب السعودي لكرة القدم لقبه الأخضر، المنتخب العراقي لكرة القدم لقبه أسود الرافدين، المصريين المنتخب المصري الفراعنة، التونسي نصور قرطاج، وهكذا المغرب أسود الأطلس أو أسود الأطلسي، اللي هو الأردن النشامة معروفة. كلمة النشامة يعني يعني أكثر بلد عربي دارج فيه كلمة النشامة هي الأردن. فالأخ المحلل المخلل قال معلومة، قال إنه كلوب باشا هو اللي نجر كلمة النشامة. عاد أنت شو بتفهم من الكلمة المطاطة تبعته هاي، نجر وما نجر، إيش برجع لك؟ بس أنا يعني حبيت ألفت نظره المعلومة، بجوز يعني هو بيعرف عنها وما حب يعني خلينا نقول يحطها في الميزان بين هاي المعلومة بين التخبيص اللي قاعد يخبص فيه، وغير ذلك بجوز ما بيعرف هاي المعلومة. فبكلتا الحالتين احنا بدنا نحط المعلومة قدامه، اذا بيعرفها من باب التذكير في حال انه نسي، واذا بيعرفها برضه في حال ما نسي يستحي على شيبته، وإذا ما بيعرفها أيوه بيعرفها. قال لي كلوب باشا هو اللي نجر كلمة النشامة. شوف أخوان، في كتاب عن نمر العدوان ألفه ركس بن زائد العزيزي، أنا الكتاب مش موجود بمكتبتي، استعرته من مكان عملي فترة، قرأته كامل وثقت منه المعلومات اللي بتهمني، ولملمت من الكتاب كله الأشعار اللي موجودة فيه. وين لملمتها على اللابتوب. فروحنا على الملف الخاص بأشعار نمر العدوان أو نمر بن عدوان، وطلعنا كلمة نشامة. يعني أنا بتذكر إني أنا قرأت له، بتعرفوا نمر بن عدوان مواليد القرن الثامن عشر، يعني مواليد حتى أنا مش متذكر أي سنة بالضبط، بس مواليد الربع الثاني من القرن الثامن عشر، يعني 1740 1742 هيك شيء نمر بن عدوان. فروحنا على ملف أشعار نمر بن عدوان اللي موجود عندي على الليبتون، الليبتون مش اللابتوب، الليبتون، وكتبنا كلمة على سيرة الليبتون يعني يشرب لشف الشاي بالميرمية، يا سلام ولا بالأحلام، إشي طقع فقع، إشي برفع الراس، يا سلام ولا بالأحلام. الجو واليوم الجو شوي دافي، بس هاي الكاسة الثانية بالمناسبة. رجعنا كتبنا كلمة نشامة بالكنترول اف يعني فايند، طلعت لنا في قصيدة يا محترم يا محلل يا مخلل، في قصيدة لنمر ابن عدوان لما قبيلته اجتمعت، كان في حرب بدها تصير بينها وبين الخرشة. شو قال نمر ابن عدوان بداية القصيدة؟ يا عيال القريضي يا النشام الأصايل، يلي تبيعوا الروح للمال عايل.
شو قال مرة ثانية؟ عيال القريضي ينشام الأصايل يلي تبيع الروح للمال عايل. ذكر كلمة نشام هذا في القرن الثامن عشر، يعني كلوب اللي نجر كلمة نشامة لسه ربنا ما خلقه. قصيدة أنا ما انتبهتش وأنا بحبش لأنه كنترول أب على السريع، أنا وقتي يعني إما قصيدة ثانية أو بنفس القصيدة. بيقول نمر بن عدوان: الديرة تنخى رجالها لبيع الأرواح، تنخى النشامى كارهم طعن الرماح. نمر بن عدوان قال لفظ كلمة نشامة، قالها ببيت شعر، قالها بقصيدة بالقرن الثامن عشر. انت يلي بتقول كلوب باشا نجر كلمة نشامة، شوف انت على فكرة انا من زمان يعني ملاحظ عليك كذا شغلة، انت ما بتختلف عن جوزف مسعد مؤلف هذا الكتاب. جوزف مسعد: آثار استعمارية تشكل الهوية الوطنية بالأردن. انتوا الاثنين من نفس العلبة بس كل واحد له أسلوبه. هذا جوزيف مسعد في هذا الكتاب بيقول إنه كلوب باشا هو اللي دخل الشماغ والكوفية على الأردن، أو اخترع، ما المعنى؟ ناسي، وأنا عملت فيديو كامل عن هذا الموضوع. وأكبر دليل قاطع وبرهان ساطع على يعني قدمته مشان أفند اللي بيحكيه هذا جوزيف مسعد، جبت له صورة لتمثال لشيخ عموني لابس شماغ حطة وعقال من كتاب اسمه الآثار المسيحية في الأردن. هدول بعض المخللين وبعض المحللين اللي بيحاولوا يسيئوا للأردن بأي طريقة وبأي شكل. هدول بدهم واحد يعرف كيف يحط هذيك بهذيك. يعني وليش هيك بيشوهوا؟ ابحثوا طول أصولهم، يمكن يكون أحد الأسباب، يعني يمكن عاملين لحالهم قال لا. تزوير التاريخ على فكرة حكى عنه فرويد في هذا الكتاب الإسلام في الليبرالية، برضو لنفس المؤلف جوزيف مسعد. شفتوا بس أنا مش رح أقرأ هلا، خليها مرة ثانية. بس أظن في صفحة 375 في هذا الكتاب الإسلام في الليبرالية لجوزيف مسعد، بيحكي جوزيف مسعد كيف فرويد بيحكي انه الافراد او الشعوب تلجأ للذاكرة عشان تمفصل الهوية، ولما تلجأ للذاكرة قد يعني تحرف، تزور، تسيء، تشوه في الإرث التاريخي لما يحقق مصالحها. أنا بعود يوم أعمل فيديو عن هذا الموضوع، بس الظاهر هذا المحلل وأمثاله ومن لف لطه الظاهر إنهم من هاي الطينة. قال إيش؟ قال كلوب باشا هو اللي نجر كلمة النشامة، الديرة تنخى رجالها لبيع الارواح، تنخى النشامى كارهم طعن الرماح. هاي لنمر ابن عدوان في القرن الثامن عشر. وقبليها قال القريضي، عفوا عيال القريضي يا النشامى الاصايل يلي تبيع الروح للمال عايل. نقطة أول السطر، موضوع جديد.
تمام اخوان. الموضوع الجديد، في واحد اسمه فيصل عبد الساتر، اليوم قلت لكم بقيت اقلب اليوتيوب نشبت ريقي الان اطلس اني شب شب الشاي. ترى شوفوا، انا لما برد على هذا المحلل او غيره، انا بحترم كل المحللين وكل المخللين، بس انا اذا بتوفر لي دليل قاطع او برهان ساطع انه فلان محلل او فلان مخلل بقبض، بحطه تحت كندرتي، تحت كندرتي بحطه. في محلل اسمه فيصل عبد الساتر، اليوم انا اقلب باليوتيوب التلفزيون الجديد، عامل معاه مقابلة وقال كذا شغلة. طبعا المقابلة يعني نزلت في اليوتيوب 23/12، يعني قبل يومين. وفيصل عبد الساتر هذا كان مدير العلاقات العامة في قناة المنار. منون انت عارف، يعني عرفت شو اصله وفصله، خلينا نقول فكريا اصله وفصله فكريا. هذا فيصل عبد الساتر قال كم شغلة توقفت عندها. أول شغلة قال اللواء جولاني فر فرار الأرانب من حي الشجاعية. طبعا أنا قلت من قبل، يعني في كم من محلل ومخلل خبصونا ببطولات حماس في الشجاعية، وقلنا يوميتها إنه الحرب كرفر. يا عمي أنا بس للجيل الجديد اللي عاصر الغزو الإمبريالي الصهيوني الأمريكي للعراق، أول يعني أول 10 أيام تقريبا، أم قصر، ميناء أم قصر في البصرة صمد صمود بطولي قدام هذا الغزو، صمد صمود مشرف، صمود بطولي، قتال شرس كان يقاتل. نقدر نقول انه العراق انتصر؟ نقدر نقول انه القوات الامبريالية الامريكية البريطانية المتصهينة والصهيونية فرت فرار الارانب؟ انا مش فاهم، يعني من اي منطلق بيقول لك فروا فرار الارانب؟ يا عمي الحرب كر وفر. ولا وايش بقول لك؟ بقول لك هو اذا جيش العدو الصهيوني، مش هو ما قال جيش العدو الصهيوني بس هاي من عندي، يعني مش قادر يسيطر على الشجاعيه اللي كله على بعض قطره يا دوب 2000 متر 2500 متر، كيف بده يكون مسيطر على قطاع غزه؟ بشرفك هذا منطق؟ يعني هذا حكي منطقي؟ حكي عقلاني؟ مش يعني لكن في انا كثير اليوم حضرت في اليوتيوب، في واحد قال كلمة جوهرية، اظن مش متأكد، لا المهم قال كلمة جوهرية، قال العدو الصهيوني انتصر استراتيجيا لكنه خسر تكتيكيا، بيخسر تكتيكيا هون هون هون، وانا معه. هذا الحكي اللي لازم ينحكى. المظبوط حماس تكتيكيا فازت في الشجاعية، هزمت جيش العدو الصهيوني في الشجاعية، انتصرت في الشجاعية، بس مش معناته انه تضحك على الشعب العربي كله وتقول لواء جولاني فر فرار الارانب، وتقول الجيش العدو الصهيوني مش قادر يحقق اهدافه. ونفسه هذا فيصل عبد الساتر شو بيقول؟ بيقول بداية الاحداث حماس مشرطة تبييض السجون ورفع الحصار. يعني حتى قال كان الهدف من العملية تبعتها تبييض السجون ورفع الحصار. طب يا عمي انا بتساءل سؤال، حماس مرت بتجربة رائعة لما اسرت جلعاد شاليط بال 2006 وافرجت عنه مقابل 1027 اسير فلسطيني، بس هجمت على قاعدة، قتلت 2 جنود، جرحت 2 اخرين، واسرت جلعاد شاليط وبمقابل جلعان شليط 1027 أسير. فمش كان بإمكان أما حماس
تقشر بس 5 جنود، هيك عملية مصغرة هنحكي، نوعية دقيقة، تقشر 5 جنود 6 جنود، ما تذبح لا أطفال ولا نساء ولا عجز ولا من هالحكي، ومقابل الخمسة تبيض السجون وترفع الحصار. مش كان بإمكان حماس تعمل هيك؟ ولا زي ما قال ربيع الهبر، تعرفوا مين ربيع الهبر؟ اكتب في جوجل ربيع الهبر، هذا عالم إحصاء لبناني، عالم أنا بعتبره عالم، برضه في مقابلة مع الأو تي في قال كلمة أنا يعني بصراحة تمخولت منها، قال لو سمحت حماس للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة راح تسمح لهم ضمن شروط محددة، وهو قال حماس لم تسمح وراح ما راح تسمح. طب شو معنى كلامه؟ أنا مش فاهم. أنت يا فيصل عبد الساتر شو بتفهم من كلام ربيع الهبر؟ أو الهبر أو الهبر، ما بعرفش اللفظ، أنا هذا لبناني. شو معنى؟ في نقطة مهمة قالها فيصل عبد الساتر، واليوم أنا بسكاي نيوز قرأت خبر إنه العدو الصهيوني قاعد بقرأ أو بيستعرض أو بفكر أو بدرس خيار ترحيل قادة حماس إلى الخارج مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، أسرى العدو الصهيوني عن حماس. هاي شو حكى عنها فيصل عبد الساتر؟ قال في تفكير بإخراج قيادات حماس إلى الجزائر، وأنا مش قادر أتأكد، مش قادر يعني، حاولت أنا أرجع للفيديوهات تبعتي، مش قادر أتذكر بشكل قاطع إذا أنا قلت لكم من زمان أو ما قلت لكم إنه في تفكير عند قادة حماس بأنهم يتركوا غزة زي ما شلة أبو عمار تركت بيروت ب82. مش قادر أتذكر يعني إذا قلت لكم هذا الحكي ولا لا، لكن ما علينا. نيجي لهاي النقطة، شو هالطنطنة هاي إنه قيادات حماس وأبو عبيدة شعبنا المرابط وإحنا وإنه جهاد نصر أو استشهاد، شو هالطنطنة اللي إحنا قاعدين نسمعها هسه على لسان واحد زي فيصل عبد الساتر وبخبر على سكاي نيوز انه في فكره انه قاده حماس يتركوا قطاع غزه بعد ما تدمر والتعن سنسفيله ويفلوا على الجزائر مثل الارانب، هذول اللي بيفلوا على الجزائر مثل الارانب. وئام وهاب في لقاء برضو اظن مع التلفزيون الجديد قال كلمة جوهرية ثبتها بطريقة أخرى ربيع الهبر نفسه. شو قال وئام وهاب؟ خلص أنا خلصت من فيصل عبد الساتر، علقت بما فيه الكفاية، تمام. خليني أنا بس مشان أتأكد إذا في نقاط تانية ما ذكرتها. خلصنا من فيصل عبد الساتر، نيجي على السيد حزب الله وحدة العاهات. قبل كم من يوم قلت لكم في مفكر وكاتب فارسي سياسي اسمه مصدق بور، قلت لكم قال انه الفرص، وما قالش فرص، قال ايران فرص، خلاص طالما حققوا انجازات سياسية تتمثل بانقسام الغرب واختلافهم ما في داعي يطلبوا من حزب الله انه يتدخل جبهة مساندة. قال وئام وهاب شو بقول لحزب الله؟ بسمعهم طبعا على التلفزيون، بيقول اللي قاعد بصير بغزة ما عم يتوقف. خليني أقرأ لكم حرفيا عشان يعني أكون أمين معكم. الضغط على غزة ما عم يتوقف بسبب جبهة الجنوب. العق، وهذا وهذا وعام وهاب كان محسوب على حزب الله.
شايفين الناس اللي بتقرأ الأمور بموضوعية وبحيادية وبمهنية شو قاعد بتحكي. شو قال ربيع الهبر أو الهبر أو الهبر شو قال؟ طبعا مقابلة أذن مع الأو تي في، لما المذيعة هيك تحركشت فيه بطريقة ما أو أخرى، إنه يعني ليش ما حزب الله بتدخل وبساند وبوقف الإبادة ومن هالحكي. قالها عدم رؤية حزب الله لأي جدوى سياسية أو عسكرية هي اللي مش مخليته يتدخل. وحسن نصر الله بيطلع على المنبر وبيقول لك احنا اشغلنا، اما يموت 20,000 شهيد وشهيد لا عادي، هذول مش مشكله، بس احنا اشغلنا، احنا خططنا الضغط، خططنا الاباده، يتدمر نص قطاع غزه ثلثينه اذا مش ثلثينه، هاي مش مشكله، هاي بتعمر عادي، من فلوسه بتتعمر، من جيبته، من المصاري اللي بتجي من الكبتاجون بتعمر قطاع غزه، اما انه يتدخل ويبني. مصدق بوريك قال يعني حزب الله اذا حط عقله بعقل العدو الصهيوني بهالمعنى ممكن يفنيه. طب وما تتدخل انت، شو بتستنى؟ مش فاهم انا يعني. بياعين حكي في مساومات، قاعدين بدوروا على مساومات، ان كان حزب الله، ان كان الحوثيين، ان كان الحشد الشعبي في العراق، الفرس، كلهم على نفس الدقة والرقصة، بيدوروا على مكاسب سياسية على حساب الشعب العربي أيا كان هذا الشعب، وحماس حط ايدها بأيديهم. هاي دخلوكوا بمتاهة ما لها لا مخرج ولا منفذ. أنا بجيبش اسم من جدي، يعني خيطت جيابي شوي مع الراتب، بس برضه بجيب الشيش من جدي. تمام، حطيت قدامكم آراء يعني ربيع الهبر، نفرض انه هيك لفظه، هبر اللحم، الهبر او الهبر او الهبر او الهبر ما بعرف، الاستاذ ربيع، الدكتور ربيع، العالم ربيع، هو مش دكتور بس يعني لا اظنه معاه دكتوراه، لما بقول لك عدم رؤية حزب الله لأي جدوى سياسية أو عسكرية هي اللي منعته أنه يوسع الحرب، أنت شو بتفهم؟ أي وحدة عاهات، أي وحدة، وعلى أكثر إشي بنتقد فيه حماس، أنا أعطى إيدها بإيد هاي الإشكال، من حزب الله للحوثيين للفرس، وبديش أضل أعيده كرر. من النشامة شو طلعت؟ نجرها كلوب باشا؟ شو؟ يلا ردوا خلاص بكفي يا زلمة، فهمنا، ول كل عام وانتم بخير جميعا، يعطيكم العافية، وتشوفوا دجاجة ماشي حافية.